دايما الواحد في نهاية سنة وبداية سنة بيكون عنده خلاص سنة فاتت وعدت وسنة جديدة، عنده فيها أحلام، عنده فيها طموحات، عنده كمان تساؤلات كتيرة. يا ترى تبقى عاملة ازاي؟ يا ترى تبقى حلوة؟ يا ترى هقدر أحقق ده؟ يا ترى أهداف جديدة عايز يحققها في السنة دي كلها. النهاردة معانا نورهان ماديان خبيرة التاروت، هتشوفي بقى النظام ايه للسنة الجديدة. مستعد؟ جاهز؟ يلا يلا بينا. ممكن نبتدي نشوف مثلا استاذ بيومي برج ايه اصلا؟ برج الجوزاء. تمام، برافو عليك. ذاكره، برافو عليك. نبتدي نشوف مثلا الجوزاء في السنه الجديده يعني برج الجوزاء عامه، وبعد كده ممكن نجاوب على اسئلتك ان شاء الله. طيب يا رب. الان ولا ايه؟ كل دي كروت؟ انا هتقري كتير، ده كده موضوع كبير. اصله جوزاء. ايوه. انت دارسه نورهان الموضوع ده؟ دارساه. اوكي. بتدرسي ايه مثلا يعني عشان الواحد يعرف يعمل كده؟ هو انا معالجه بالطاقه الحيويه، فانا دارسه يعني علوم الطاقه عامه، وهي طبعا بتلعب دور كبير قوي في موضوع التارو. كمان انا دارساه من ناحيه بقى، ناحيه هو مرتبط مثلا بعلم الرموز جدا، فانا دارسه كتير في علم الرموز، مرتبط بالتاريخ برضو، حاجات كتير يعني علم الارقام وعلم الالوان. لا حمستينا، كروت كتير وكده. انا متحمسه انا كمان اعرف ايه اللي هتقوليه. طيب خليني اقول لك انا شايفه ايه البرج الجوزاء بقى في 2023. قولي الاستاذ بيومي، مش هتقولي لي انا. ان شاء الله. اتفضلي. ان شاء الله خير. طيب مبدئيا طبعا في جوانب انا شايفاها كويسه جدا، وجوانب هتحتاج شويه شغل، او هيحتاج انه يعني برج الجوزاء يشتغل عليها في 2023. الجوانب اللي انا شايفاها هتبقى كويسه جدا، جوانب العلاقات عامه، سواء العلاقات الاجتماعيه، العلاقات العاطفيه، علاقات الشغل، العلاقات كلها بشكل عام، الجانب ده هيبقى كويس جدا خلال 2023. كويس. ومش بس كده، اي حاجه بتترتب على علاقاتك الاجتماعيه عامه اعرف انها هتبقى ماشيه كويس قوي برده في السنه الجديده. اما بالنسبه للجوانب اللي ممكن شويه يحصل فيها يعني مش هتمشي بشكل سلس كفايه، هي الجوانب الخاصه ممكن الصحه النفسيه، او الحاجه اللي خاصه بالستريس مثلا، ممكن يبقى في ستريس في 2023. برده ممكن على الجانب العاطفي شويه مشاكل، لكن غير كده انا شايفه لبرج الجوزاء 2023 هي فرصه ان هم يخلقوا الواقع اللي هم دايما بيحلموا بيه. يعني 2023 نقدر نقول انها مفتاح يقدروا من خلاله يحققوا الحاجات اللي بقالهم سنين بيحلموا بيها، بقالهم ممكن يكونوا كانوا بيشتغلوا عليها في 2022 لسه ما وصلوش فيها لاي نتيجه. ف23 هتبقى فرصه ممتازه جدا ان يطلعوا بنتائج من الحاجه دي. ده بالنسبة لبرج الجوزاء في 2023. تمام. أعمال أستاذ بيومي السنة الجاية عاملة إزاي؟ قولي لنا كده. تمام. خلينا نشوف جانب الشغل عامة هيبقى عامل ازاي. بصي، هو انا شايفاكي بتقلبي الورق كتير. هو الموضوع ده بياخد وقت مثلا، او ليها حكمة في كده ولا ده بس عايزاني اعمله اسرع صح؟ لا 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 لا، ده انا بسألك، ده انا عايزة افهم. لا هو يعني دي بتنظف الكروت، وكمان بتخلي بتنظف الكروت. بتنظف الطاقة. اوكي، طاقة يعني. اوكي. شايفه شغل كتير. بص بقى، وشايفه كمان احنا ملناش دعوه، احنا ما قلناش حاجه، اهو الكروت هي اللي بتقول. حلو قوي. بتخاف من الحسد يا استاذ بيومي؟ طبعا بتخاف منه. طبعا. يعني صابت معاك قبل كده؟ يا الحمد لله. ايه اللي حصل؟ طب قول لي. الحمد لله.
لا كتير يعني حاجات، بس بحمد ربنا عز وجل انه دايما بيلطف، تبقى حاجات غير منطقيه وغريبه والكلام ده. في موقف معين حصل معاك هتقوله لنا؟ حد قال لك حاجه مثلا في وشك راح حصل مشكله او كده؟ لا ده كتير، ده كتير جدا. من زمان جدا كان بيبقى في شغل والواحد داخل يعمله خلاص ومتفقين عليه وتمام تمام ومضيت ورحنا عملنا فيتنج على اللبس وكل الكلام ده، وبعدين يطير اول ما من ناس معينه تشوفه. نجم خفيف زي ما بيتقال يعني. نجم خفيف. بس الحمد لله ربنا بيلطف، اللهم لك الحمد. نجم خفيف فعلا؟ دي يعني ما اقدرش اجاوب عليها من اول وهله كده، لازم ابقى عارفه معلومات في الخريطه الفلكيه بتاعته يعني. ممكن ما يبقاش حقيقي اللي انا بقوله دوت غير مع ناس معينه. ممكن. او بيتاثر بقى بالحسد اكتر. ممكن. لما مدى ايمانك بيه برضه بيساعد. يمكن عشان مركز انا، ما ان هو هيحسدني جايز. ممكن. جايز. يعني بيضحك علينا؟ لا لا. او ممكن يكون عنده في ناس جذب للحسد. ايوه بالظبط، في ناس بتستقبل اكتر من غيرها يعني. ممكن تكون من الناس دي برضه. ممكن. هو في سنه من السنين يعني مصر كلها كانت بتحسد استاذ بهيم فؤاد، فربنا وقف معايا يعني. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه للسنه الجديده انا شايفه على جانب الشغل طبعا شايفاه كويس جدا، شايفه في شغل كتير طبعا هيبقى زحمه جدا بالنسبه لك، لانه هيبقى في عروض كتير قوي وابواب كتير بتتفتح لك فيه، فتفائل خير ان شاء الله. هتبقى سنه كويسه جدا من ناحيه الشغل ومن ناحيه الاعمال اللي حضرتك هتعملها. على خير يا رب. شايفه كمان الجانب المادي فيه هيبقى كويس. شايفه الحاجه الوحيده اللي برضو ظهرت لي هنا تاني هي ان انت حاول ما تنساش نفسك وسط كل ده، يعني حاول ان انت ما تتوهش بقى في دوامه الاسترس والضغط، وعلى قد ما تقدر شوف الاعمال اللي تناسبك والاعمال اللي تحس انها مش مناسبه ليك. يعني انا شايفه ان في هنا حاجات، في ابواب انت بايدك هتقفلها، يعني هي هتبقى موجوده بالنسبه لك كفرصه، وانت هتختار ان انت ما تلعبش الدور ده او ما تشاركش في العمل كويس. ده. فدي من الحاجات اللي انا شايفاها برضو، فخليك طبعا انتقائي، دي حاجه كويسه، وافتح دراعك للفرص في 2023. والاهم كل ده ما تنساش نفسك، ما تخليش الاستريس والزحمه. ايه تقصدي صحيا؟ لا مش صحيا، بس لو على الجانب النفسي مثلا. ان يعني ما تخليش زحمه الفرص والشغل تخليك دايما في ستريس او كده. شايفه كمان ان ممكن انه في يعني دي بس محتاجه توضيح، في حاجات معينه شايفه تقولي له يخاف منها او ياخد باله منها ممكن غير الاسترس يعني والحاجات دي. ايوه خليني اشوف. طيب مبدئيا شايفه ممكن شايفه ليك يعني زي ما يكون كده عتبتين، او انت مشتت ما بين اتجاهين، واحد جوه الفن والتاني بره الفن. حاول على قد ما تقدر ان انت تركز طاقتك في مكان واحد عشان توصل لاكبر نجاح ممكن من الفتره اللي جايه. طبعا بدايه السنه بالنسبه لك انا شايفاها مش هتبقى اسهل حاجه، يعني معانا لحد مثلا اول اسبوعين في شهر فبراير مش هيبقى اسهل حاجه بالنسبه لك، ممكن شويه الدنيا تبقى داخله مش احسن حاجه، لكن بعد كده شايفه الدنيا هتبقى لطيفه جدا. وزي ما قلت لك انا شايفه حاجات كتير كويس، ولكن الحاجات اللي انا ركزت لك عليها ممكن نحاول نخلي بالنا منها اكتر من كده. ولو انت مركز طاقتك في مجال تاني بره الفن، حاول ان انت تركز بره الفن. ايه يعني؟ مثلا بيزنس خاص مثلا، حاجه زي كده مثلا، ممكن بيزنس خاص او يعني عشان ما تتفهمش بقى في زوجه تانية ولا حب جديد ولا حاجه، احنا بنوضح اهو. احنا بنقرا الجانب العملي او المهني يعني، فاحنا واضحين. تمام. استاذ بيومي عندك اسئله عايز تسالها لنورهان؟ لسه بس تخلص يعني. لسه اعملي كل حاجاتك لسه. تمام. لو برضو احذرك من حاجه على الجانب المهني او فيما يتعلق بالشغل ليك في سنة 2023، احذر من الناس اللي ممكن تكون بتحاول تغريك او توقعك عن طريق الفرص. يعني خليك انتقائي، يمكن دي برضو النصيحة اللي طلعت، خليك انتقائي عشان في ناس هتجيلك على هيئة فرصة في الظاهر، بس في الباطن هي يعني زي كمين بتحاول انها توقعك. تمام.
في حاجه جت في دماغك لما قلت لك الجمله دي؟ لا هو بيقولوا لي ان انا اقول لك ما توضح لنا، بس انا حاسه ان انا هبقى يعني غلسه قوي يعني، فشوف بقى عايز توضح لنا. لا مش حد بعينه ولا الكلام ده، اوضح لانه هي عندها حق في ان في شغل كتير جدا للاسف الشديد انا بخجل وبتكسف. وانا بقول في كل الدنيا معظم شغل بيوم فؤاد في السنه معظمه ان لم يكن 90% من الشغل كسوف ومجاملات. انا بعتذر عن حاجات وكلهم عارفين ان انا بعتذر عن حاجات كتير جدا. بس انا لما اقول مره والثانيه والثالثه واعتذر بحس ان انا هبقى قليل الذوق بقى ان انا في بعد كده، فاهم قصدي؟ اه فاهمة. بس الناس بتحبني وانا بحب الناس جدا، الناس عايزاني معاها وانا بس للاسف شديد فعلا احراجي بيخليني اقع في حفره. في ان الشغل دون المستوى. طب انت مش مقتنع بيه مثلا وتضطر توافق عشان رفضت اكتر مره. زحمه الشغل والحاجات اللي موجوده معانا وكل الكلام ده ببقى للاسف مش عارف احسبها صح. ان انا اقرا العمل كويس واعرف افراد وما اعرفش مين واعرف الكرو اللي موجود واعرف الكلام ده بتاع، فنقع في الحفره اللي احنا بنقول عليها دي، فاهم قصدي؟ فاهمك. لكن اقسم بالله لا فلوس ولا تاريخ ولا شغل ولا الكلام ده. هو المنتهى بمنتهى البساطه بيأسرني جدا ان حد يجي يقول لي لو مش هشتغل معانا مش هشتغل. حتى لو هو مدعي، حتى لو هو كذاب، بس ده بيأسرني يعني. عارف حضرتك، انا اسف للتشبيه او المقارنه، لو حسام هو بيكلمني او سهر وبتكلمني وقالت لي حضرتك لو مش هتجيلنا الحلقه دي مش هنعملها مثلا. فانا رفضي هيعمل ضرر. فما بالك ان في فيلم داخل او مسلسل داخل وحد قاعد دوت بيحلف انه لو حضرتك مش معانا مش هيحصل كذا. فاقول له لا هيحصل، واحلف له كمان ان الشخص اللي هيعمل دور غيري هيبقى احسن مني 100 مره، لان في مقوله بتقول الدور بينادي صاحبه. دي حقيقيه جدا. خلاص. ومفيش حد بياخد رزق حد. لا يعني بنسمعها كتير. كل حد بينام في حاجات كتير جدا لما بنسمع ان الممثل اللي كسر الدنيا ده كان الترشيح التالت او التاني، فنحمد ربنا ان الاولاني اللي كان جامد جدا من وجهه نظره معتذر عشان ربنا يرزقنا بالتاني ده اللي كسر الدنيا اللي كان كويس جدا. كتير جدا. فهو الدور بينادي صاحبه، وربنا بيريد والدور بينادي صاحبه زي ما اتقال. فبيجي حد يقول لك كلام فاقول له انا اسف مش هقدر، ما عنديش وقت، ما بكلمش في فلوس، ما بكلمش في كذا، لا اصلي مش عارف. هي عندها حق جدا. عندك ايه نورهان تاني تقولي لنا؟ انا بس عندي تعليق جه في بالي على كلام استاذ بيومي، انه فعلا 23 بالنسبه لك خليك حذر انها تبقى هي عام السلم والتعبان، يعني اللي قدامك ده حاول تقيم هو سلم ولا تعبان. تمام تمام عندك حق. طيب